مساء الخير، أهلا وسهلا بالحبايب الغوالي. حبايبي، قصيدة جميلة كتير، كلمات سمو الأمير عبد الله الفيصل، ألحان الموسيقار الشرقي الكبير الأستاذ رياض الصنباطي، اللي هي: من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخليل. السلام. طبعا العظيم الصنباطي كان يعتز كل الاعتزاز بألحانه من حقه، وهي ألحان خالدي. طبعا كان يعني ما يعجب الآخرين، يعملوا نمبر 2 نمبر 3، مثل الموجي، مثل بليغ، مثل عبد الوهاب. ما كان يحب لون هذا اللي فيه حركة أو رقصة بيسموها. فهون اضطر حتى الصنباطي أن يأتي بعمر خورشيد وبأمثاله، يكون فيها الإيقاع والأستاذ مجدي، ويكون فيه تفنن. بعد اللي رأى أنه بليغ وعبد الوهاب أغانيهم عم تنطلب وعم تجيب جماهير وألحان، صار فيها حركة، فاضطر، أو ممكن يقول أنا كمان فيني أعمل هيك. نشوف: من أجل عينيك عشقت الهوى. يا سلام، تشوف دخول كمانجات، تشوف تشيلو، تشوف القانون، بتشوف روح الشرق، همسات الشرق، الخيال اللي بلحنه الصنباطي. في ميزة حلوة، الحرف يعني كأنه مقرئ عم يجود في القرآن وعم يرسل بيكمش عوده، بيجود كله تجويد. تشوف القرارات، تشوف الجوابات عنده، يعني صرح صرح. لما بيلحن الصنباطي اللحن صرح. وحقيقة كانت ألحان الصنباطي مع أم كلثوم يعني لا يعلو عليها، يعني قدي لحنوا لها. طبعا أنا كلهم بحبهم وكل واحد له لون، بس الصنباطي مع أم كلثوم كان أول شيء عنوان الشباب. أم كلثوم كانت هي في عز الشباب، صبية، صوتها صح 100%، لا زيادة ولا نقصان ولا شائبة تشوبه، صوت رنان، صوت جبار قوي مقتدر، لفظ. كان هذا بألحان الصنباطي. عبد الوهاب من أذكى الأذكياء، كان يركز على ألحانه، بده يفرض جملته وانت بتغني مع جملتي. الصنباطي كان يقدم جملته وعراضة صوت أم كلثوم. بليغ كان يقدم الشجن، الحنية، البساطة مع الدلع، الإيقاع. طبعا: من أجل عينيك عشقت الهوى، منشوف الافتتاحي في الدخول كمنجات فالت. نرجع نسمع آلة تشيلو، تقسيمي هيك راقية. نرجع نسمع تقسيمي على الجيتار للأستاذ عمر خورشيد، إبداع رائع. هون بصير استقرار للحن. نرجع منشوف هون دخول الإيقاع، الجيتار والأورج، والمحاسبات طبعا للكمانجات. هذا اللي بنشوفه هون، اللي ما كان بده اياه الصنباطي في ايام زمان. هذا اللون، هذا الايقاع ما كان بده اياه الاستاذ رياض، لكن المضطر يركب الصعب، او شاف صارت الموضه هيك فعاد وعمل هذا اللحن. عظم الصنباطي بهالمعزوفه هيدي، او المقدمه في هذه الاغنيه. بنشوف هذه المقدمه الموسيقيه، هذه اللي مركبة على الإيقاع وفيها الأورج وفيها الجيتار، صارت معزوفة خالدة للأستاذ الصنباطي. بعد هذه اللوحة الراقصة الجميلة، يستقرون بوقفه، يطلع الأستاذ الحفناوي بيقسم ملك الشرق الأستاذ الحفناوي، حتى بيخلص التقسيم بيجيب بقى الهنك التقيل، الكمانجات كلها، هو عم يسلم الست أم كلثوم وبتسمعنا: من أجل عينيك عشقت الهوى. يا سلام على الصناعة، يا سلام على الإبداع، يا سلام على اللي الله عاطيه وبيعطي، يسجلونه لبعد آلاف السنين. هيك قال الصنباطي، هيك قال عبد الوهاب، هيك قال فريد، هيك قال بليغ، هيك الموجي. وقلنا ونرجع منقول: كلهم ألوان، كلهم ورود جميلة، وكل واحد له رائحة أجمل من الثاني. والأيام عم تمشي، الأيام عم تمشي، كل فترة بيتغير، بيتغير الغناء، بيتغير العزف،
إذا فينا نفهم من هذه الأغنية العظيمة أن الصنباطي الحبيب الكبير رحمه الله كان متعصب لفنه، متعصب عليه أنه هذا الفن لازم يعيش آلاف السنين، هذا هو هويتنا العربية. رغم ذلك اضطر أن يواكب العصر. يعني نحن لما بنسمع ألحان بليغ لأم كلثوم يا أخي ما بتمل منه، في حركة الإيقاع ما في أحلى منه. الله خلق الإيقاع ما في أحلى من الإيقاع، أنت عايش بإيقاع، قلبك هو عم يدق، مو إيقاع هذا؟ هذا إيقاع، إيقاع. الفالت حلو تقل هيك سمع، الإيقاع روحانة الروح، بس مش أي إيقاع إيقاع، مش أي إيقاع إيقاع. إذا كان الصنباطي حق بإيده إنه يتروحن ويجي معنا لأنه صار هذا لون جميل وأغنية خالدة. وحق بإيده مثل واحد مثل عمر خورشيد، واحد مثل مجدي الحسين يكون بعيد عن ألحانه، ما بصير. إذا الحبايب من بعد أمركم اسمعوا هاي الأغنية الخالدة من أجل عينيك عشقت الهوى، وشوفوا هالموسيقى الجميلة والإيقاع الرائع، وأكيد بدكم تترنموا هيك وتترحموا على اللي غابوا، وأنتوا الله يخلي لنا إياكم وتضل أذانكم إن شاء الله نظيفة. ولكم كل الحب حبايب، وأهلا وسهلا بكم على الدوام. شكرا.